اليوم الزوينة ديالي فيديو خاص لهذوك المعيقيزات اللي ما كيقدروش ينوضوا يصايبوا الوصفات. اليوم راني جبت لكم الجديد، جوج ديال الحوايج غادي نبارطاجيهم معكم في هذا لا فيديو. شي حاجه اللي طوب واعره، اي وحده عندها تساقط ديال الشعر، الشعر ديالها ما كيطوالش نهائيا، اي وحده عندها التونية، عندها الصلع، عندها الخلفه خاويه، عندها القشره، عندها اي مشكل في شعرها، اليوم غادي تشوفي معايا. ديالي كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله الزيونات ديالي راني جبت لكم الجديد. اليوم غادي نبارطاجي معكم جوج ديال الحوايج. غنبارطاجي معكم واحد الزيت اللي اكتشفته مؤخرا، زوينه 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 ما شاء الله، كطول الشعر، كتعالج التقصف، كتعالج التساقط، كتعالج لينا الفروه ديال الراس ديالنا من القشره، من البكتيريا، من بزاف ديال الامور، كطول الشعر. الناس اللي عندهم الصلع او الناس اللي عندهم داء التعلبه حتى هما ممكن انهم يستعملوا هذا الزيت لانها كتعالج هذا المشكل. ثاني حاجه البنات، غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه ديالي، واحد الوصفه ديالي صراحه خاصه سحريه، كنديرها بعد ما كندوش شي حاجه اللي طوب كتخلي الريحه غزاله. هي الجديد اختي الجديد. المهم غادي تشوفوا معايا المحلول ديالي اللي غادي نصاوب. كما كتشوفوا هنايا غادي ندير في الماء، كما كتشوفوا بالنسبه لهذيك القريعه هي اللي غادي ندير فيها النيش في الاخر. فالمكون الرئيسي في المحلول ديالي اللي هو الخزامه اللي كيخلي لي الريحه ديال الشعر ديالي خطيره. نبغيكم ديروا هذا المحلول هذا البنات، والله حتى غادي يعجبكم وغادي يحمقكم، كيطول الشعر وكيخلي الريحه غزاله ما شاء الله، شي حاجه اللي واعره. كنستعمل منه معلقه كبيره وكندير كما كتشوفوا القرنفل، شي 5-6 حتى 7 ديال القرنفلات. من بعد كنطيب هادشي مزيان وكنصفيها البنات في القريعه ديالي، كنخليه حتى كيبرد. وطريقه الاستعمال غادي تشوفوها معايا في لا فيديو. وما تنساوش ان دوك القرنفلات تزيدوا تخليوهم في المحلول ديالكم باش يزيدوا يطلقوا. الزيونات ديالي بعد ما شفتوا يعني الوصفه ديالي، فغادي نهضر عليها من بعد ونوريكم حتى طريقه الاستعمال. فبالنسبه للزيت اللي بغيت نبارطاجي معكم هي هذه ويل دو بوتي، ما عرفتش واش حتى نتوما عندكم واش حتى نتوما واخدينها. هاد الزيت هذه كتكون من زيوت غزاله، منها زيت الحشيش اللي معروف عليه، يعني كيطول لينا الشعر وكيكتفوا لينا وكيعالج لينا التساقط، واهم حاجه كيطول الشعر. كذلك زيت الخروع اللي حتى هو كيطول لينا الشعر وكيطول لينا الشفيرات، كيطول لينا الحجبان. المهم الزيت راه ماشي ديال الحجبان والشفر، انا غير كنهضر لكم على الخروع انه زوين بزاف بزاف زيت الخروع، شي حاجه اللي طوب. كذلك زيت ديال التفاح وعده زيوت اخرى كما قلت لكم، الخروع، الحشيش، التفاح، والخزامه اللي درت لكم نيت في الوصفه. داكشي علاش بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو بهالطريقه هذه، باش حتى نتوما ملي تبغيو تعالجوا الشعر ديالكم يكون واحد العلاج اللي متكامل، فهمتوا؟ انا غادي نوريكم الطريقه، غير خليكم معايا في لا فيديو. بالنسبه للزويته راه زوينه بزاف، كتزيد لينا في الخلفه ما شاء الله، يعني الا ما عندكش الخلفه ولا هذا عندك فراغات في الشعر ديالك، فما عليك غير انك تعالجي. الا ما كنتيش مثلا، انا غادي نقولها لكم نيش انا البنات، الا ما كنتوش كتبغيو تستعملوا الوصفات الطبيعيه، تخلطوا تصاوبوا الوصفه لراسكم، اولا تشريو مكونات وتصاوبوا الوصفه لراسكم، فما عليكم غير انكم تاخذوا هاد الزيت هذه البنات واجده وحتى هي طبيعيه، هذا هو اهم حاجه. طريقه الاستعمال ديالها نتوما ها هي طريقة الاستعمال ديال هاد الزيت. أول حاجة بعدا ريحتها زوينة، كتشمي ريحة الخزامة، شي حاجة اللي واعرة. طريقة الاستعمال هو أنك سمحوا لي تحلت ليا، هو أنه كتاخديها كديريها في الشعر ديالك، كتخليها 3 ديال السوايع ومن بعد كتغسلي شعرك عادي جدا. ممكن تستعمليها تقريبا 4 المرات هكا في السيمانة، ولا المهم على حساب نتيا، على حساب فوقاش كتبغي تغسليه. وهذا زوينه البنات، اهم حاجه تخليها 3 سوايع، راه ضروري تخليها في شعرك 3 ديال السوايع، يعني هذه راها من اهم 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 الخطوات الا بغيتي يعني نتيجه اللي واعره. لمده العلاج كتكون شهر، خصوصا الناس اللي عندهم تقصف وشعرهم ما كيطوالش، عاجز، ما كينبت حتى شي حاجه، فكنصحكم بهذه. هذه تقولوا لي مني خديتيها فاطمه زهراء، خديتها من عند واحد لاباج، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم حتى النمره ديال السيده اللي خديتها من عندها، نخليها لكم في صندوق الوصف او نخليها لكم هنايا، المهم على حسب منين تفكر في المونتاج.
و الى بغيتو حتى نتوما تاخذوها. انا كنهضر مع دوك المعيقيزات، دوك المعيقيزات اللي ما كيبغوش يصاوبوا الوصفات راسهم، يبداو يخلطوا ويشريو هذه ويشريو هذه. فما عليكم غير انكم تاخذوا الزيت واجده، ريحتها غزاله ديجا، راني دايره منها دابا، لان كما كتشوفوا اختكم فاطمه الزهراء راه واخا هكا كيبان لكم شعرين قيمي، راه دايره هاد الزيت هادي ومخلياها ها نتوما البنات مخلياها، بغيت ندوز صراحه. المهم تقريبا دابا درتها تقريبا بواحد ساعه، باقي لي جوج سوايع ضروري البنات، ثلاثه د السوايع تخليوها في شعركم عاد من بعد كتغسلو. ندوزو دابا المحلول ديالنا كيفاش غادي نديرو ليه، لانه انا بغيتكم تتبعوا الطريقه اللي انا كندير، يعني طريقه زوينه وغادي تعطيكم نتيجه زوينه. واحد الحاجه غادي نقولها بالنسبه للاباج اللي خديت من عندهم هذا الزيت هذا، راه عندهم منتجات وحده اخرين الا بغيتوا يعني تدخلوا وتشوفوا لي برودوي ديالهم. دي بالنسبه لهذا الزيت هذه، كنتمنى ان البنات الا ما كنتوش كتبغيوها نتوما كيفاش دايره والريحه ديالها زوينه. هذا بالنسبه لدوك المعيقيزات اللي ما كيبغوش يخلطوا الوصفه الطبيعيه، انا جبت لكم زيت يعني واجده ناضيه، خصكم تاخذوها وتبداو العلاج، ان شاء الله غادي تكون نتيجه لي زوينه ديالنا ان شاء الله. البنات كما كتشوفوا بعد ما كنقادوه ونصوبوه البنات، ممكن ديروه في قريعه ديال الدجاج او لاي قرعه، المهم هي اللي بغيتي. فكما قلت لكم بعد ما كنديروا الزيت هادشي الا بغيتوا ديروا الطريقه ديالي، الا ما بغيتوش نتوما ديروا الزيت صافي وغسلوا شعركم عادي، مي طريقتي انا وسر من اسراري راه غادي تعجبكم بزاف. بعد ما كندير الزيت ثلاثه ديال الساعات كنغسل شعري بشامبوان بطبيعه الحال، فشنو كندير اخر حاجه وكنشلل شعري وكلشي، اخر حاجه كنشلل بهذا الماء هذا ديال الخزامه والقرنفل، كيخلي الريحه في الشعر ديالك غزاله ما شاء الله، وكيعطيك واحد واحد الانتعاش كما كنقولوا. ابار هادشي فهو كيقتل لينا بحالو بحال بحال الزيت، فهو كيقتل لينا هذوك البكتيريا اللي كتكون في الشعر، وكذلك الدهنيات، لان بزاف البنات الشعر ديالهم كيغسلوه وكتبقى ديك ليدام كتبقى في الشعر ديالهم ما كتحيدش. ف استعنوا بهذا المحلول هذا، راه خطير البنات. عرفتي شنو راه ملي كتنشفي شعرك صافي وصوبتيه ولا خليتيه، راه ريحته كتبقى واعره بزاف 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 صراحه لها البنات. ومعروف على القرنفل انه كيطول لينا الشعر، راه شي حاجه اللي ما شاء الله البنات نبغيكم تجربوها، محلول من احسن يعني الوصفات اللي ممكن ديروهم للشعر ديالكم بعد ما يعني بعد ما كتغسليه، ماشي قبل ما كتغسليه، هذا بعد ما كتغسليه كتشلي شعرك بهذا كما كتشوفوا البنات. دوك القرنفلات درتهم هنا باش يزيدوا يطلقوا ها نتوما البنات، وممكن تخبيوه حتى في الثلاجه. فكنتمنى انكم تبعوا الطريقه ديال اختكم فاطمه الزهراء، ومازال عندي بزاف ديال الوصفات اللي كتعلق بالشعر غادي نبارطاجيها معكم، اكيد غادي نبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله. فهاد الروتين هذا انا كنعتبره روتين من احسن لي روتين اللي ممكن انك ديريهم الشعر ديالك، غادي طوال، غادي تعالج من جميع المشاكل اللي عندك. لما كي ما كي ما عاجز كما كنقولوا غادي طوال ان شاء الله، والخلفه ما شاء الله غادي تكثر ليك، القشره ما غاداش تبقى، الدهنيات اللي زايده غير هكاك ما غاداش تبقى. فما عليكم غير انكم تبعوا هذه الطريقه اللي وريتكم اليوم، وان شاء الله غادي يكون العلاج للشعر ديالكم، وغادي تكون النتيجه ان شاء الله، وغادي ترجعوا عندي وغادي تشكروني على هذا الفيديو هذا. يلا تهلاو في ريوسكم، السلام عليكم.